طيب نروح للحاج احمد الصحيفي المشرف العام على فريق الجونه بعد القرار النهارده اتحاد الكره بالابقاء على الداخليه في الدوري ومعاقبه اللاعب سمير فكري وبرضه هبوط نادي الجونه الى القسم الثاني. فلسه كنت بقول خبر ان الجونه تقدم بشكوى او بيتظلم من قرار ابقاء الداخليه في الدوري الممتاز. نشوف تعليق نادي الجونه وتعليق الحاج احمد الصحيفي المشرف على فريق الجونه. حاج احمد ازي حضرتك؟ ازيك كابتن كريم؟ ازي حضرتك؟ الله يخليك يا حاج احمد، اخبار حضرتك ايه؟ تمام الحمد لله يا كابتن، كله تمام. لا يا كابتن اتغلطت في حاجه يا كابتن دلوقتي. ايه؟ بتقول القرار طلع النهارده. ايه؟ بتقول القرار طلع النهارده. القرار طالع من فتره يا كابتن، الكلام من زمان واستوى وطاب و100 راح النهارده. انا هو طلع رسمي، انا عندي انا بقول الرسمي اللي طلع. لا سيبك من الرسمي ده، يعني ثلاث اجتماعات انا عارف ان ثلاث اجتماعات مالهمش اي لازمه، الكلام اتاخد من الاول يا كابتن، بس كان بالاول مخرج مش عارفين يعني. اه بس وبعدين عايز حاجه يا كابتن. طب يبقى كده انا اللي غلطت ولا اتحاد الكوره اللي غلط؟ انا اللي غلطان. طيب بص يا كابتن، بص اول القرارات كلها غريبه جدا جدا جدا. اول حاجه القرار نمره واحد ده اللي هو القرار العادي، ايقاف اللاعب لمده 6 شهور اعتبارا من 5/8/2015. ايوه تمام، دي طبيعي، دي عاديه. تاني حاجه توقيع غرامه ماليه على اللاعب، تحت كلمه اللاعب دي 100 خط يا كابتن. قدرها 100,000 جنيه لصالح نادي الانتاج الحربي، تحت كلمه الانتاج الحربي يا كابتن 200 خط. ليه؟ اقول لك ليه. اول حاجه انت دلوقتي بتعوض، بتدي نادي الانتاج الحربي الغرامه الماليه 100,000 جنيه اللي بتخصمها من اللاعب. ليه؟ ليه السبب؟ يعني اللاعب بتاع الانتاج الحربي. ايوه. طيب يبقى فين عقوبه نادي الداخليه؟ البند الثالث استمرار قيد نادي الداخليه. ازاي بقى انت ازاي يا كابتن بتوقع غرامه على لاعب 100,000 جنيه؟ اول مره اسمعها دي. انا اعرف ان الغرامه المفروض بتوقع على النادي لو هيعتبروها كحق رعايه. ايوه. انت النيه اللي باينه ان اخلاء نادي الداخليه من اي مسؤوليه في القصه خالص، حتى في القرار بتاعهم طالعه بالطريقه دي. طب انت دلوقتي بتدفع 100,000 جنيه وبيرجع لنادي الانتاج الحربي، طب ايه بقى صله الانتاج الحربي؟ يعني انا انت في القرار ده بتقر وتعترف ان اللاعب لاعب الانتاج الحربي. والا ما كنتش والا ما كنتش او عارف يا كابتن كانت المفروض تكتب ايه؟ توقع غرامه ليه على اللاعب 100,000 جنيه بس. لكن كونك انت تكمل تقول لصالح نادي الانتاج الحربي، ده انت بتقر ان اللاعب لاعب الانتاج الحربي. وما خرجش بره مصر وانتقل ولعب في نادي تاني، يعني انت كاتحاد كوره بتدين نفسك وبدون لاعب، اللاعب كان مقيد في ناديين. عامه ده كابتن، عامه يا كابتن الموضوع ده يعني خلاص بالنسبه لنا، لان انا كنت عارف من زمان الموضوع ده وبعت كل اوراقي بره. أيوة. وان شاء الله في محامي كبير جدا هنا في مصر ليه بالقصه ده، وفي محامي في سويسرا هنبعت كل الحاجات دي، واحنا بتهيألي كده ممكن كمان نوقف نشاط الرياضه في الجونه لحين عودتنا عن طريق المحكمه الرياضيه ان شاء الله للدوري الممتاز. ده كده الموضوع كبر قوي. بالتاكيد يا كابتن، اصل بص يا كابتن كريم، انا اهبط عادي، انت فاكر اول يوم كلمتني مع بط قلت لك ده قضاء وقدر، حاجه بتاعت ربنا ولازم نتقبل. وان شاء الله موسم ونرجع للدوري الممتاز، كنا متقبلين تماما. لكن ان تسلب حقي ده صعب. ايه يعني لما يجي النهارده واحد في اتحاد الكوره من الاخوه بتوع اتحاد الكوره، وانا كلهم حبايبي وناس اصدقاء، يقول لي اصل انت يا حاج احمد يعني مثلا انت اهملت من اول وقلنا لك غير مدرب وغير وغير وغير. يا سيدي انا راجل مهمل. انا راجل مهمل، بحط تليفوني على العربيه وبطلع بعربيه دوست على التليفون كسرته، اهمال مني. لكن مش من حقك لما احط تليفون على العربيه انت تاخده. ايوه مش من حقك تاخده، لكن انا اهمال مني، انا اتعاقب اهمال مني، انا تعاقبت نفسي اني هبطل درجه ثانيه اهمال مني، لكن ليا حق يبقى لازم اخد حقي. ايوه وده اللي انا بتمناه، مش نادي الجونه بس، لجميع الانديه، ان يكون القرار على اساس عايزين شويه نتقدم شويه في كره القدم. يا كابتن انا بكلم حضرتك دلوقتي وانا عند سياده اللي هو عبد الرحمن في الانتاج الحربي. برضه هم سنين، وهيكلم حضرتك برضه عشان القرار برضه هم يعني متظلمين منه. ماشي. على اساس ان عوده اللاعب للنادي. طب هو اللاعب لما مشي من الانتاج الحربي وراح الداخليه، ليه الانتاج الحربي ما اشتكاش ولا ايه يعني؟ يا كابتن اقول لحضرتك حاجه، هو اللاعب مشي، هو عايز اقول لك حاجه، احنا جبنا كمان ان اللاعب لعب قدام الداخليه وطلع لعب بالداخليه، لعب ضد الداخليه وجاب جول وخد انذار في مواليد 95. ايوه اللاعب بعدين لما جه الموسم بتاعه وبايدوه موسم جديد او الموسم الحالي قايمه اولى، اتصل باللاعب عشان ما جاش، ردت والدته قالت له انا ابني عمل حادثه ورجليه اتكسرت ومش هيلعب تاني. خلاص. قعدوا طبعا على اساس ان الولد عمل حادثه، بس على الحظ كمان لما جم في شهر واحد يستبدلوا لعيبه، استبدلوا الاثنين لعيبه، وعلى الحظ ما استبدلوش اللعيب سمير فكري. لما جم بيتفرجوا على ماتش الداخليه والمقاصه لقوا اللاعب بيشوط ضربه جزاء.
ايه ده اللاعب ده بتاعنا. فراح بحثه في الاوراق ليه نفس اللاعب هو سمير فكري محمد احمد هو المسجل عندهم وكارنيه لسه موجود عنديهم. طيب ابتدوا يرفعوا الشكوى انا علمت بذلك فقلت الاداري بتاعي اعرف لي بس ان اللاعب ده لعب في الدوري ولا لا لان ده اللي يهمني. لقيته لعب في الدوري ماتش الصوتي 4-2 وماتش الانتاج الحربي 3-3 قلت كده 4 بونت. فروحت اتقدمت بالشكوى يعني شكوى انتاج حربي بيشوف اللاعب. طيب موقف الانتاج الحربي ايه دلوقتي بقى؟ انا كلمت حضرتك ست اللي هو عبد الرحمن يكلم حضرتك. ماشي. السلام عليكم يا كابتن. ازيك يا ست اللي هو ازاي حضرتك؟ الله يخليك. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. الله يخليك يا بيه. دلوقتي انا عندي لعيب مسجل عندي من 2013 2014. مسجل بطريقه رسميه ولعب معايا دوري كامل 2013 2014 وصعد 93 ولعب مع دوري 93. تمام. يعني كنا بنصعده يلعب. مسجل عندي بطريقه رسميه. ومسجل عندي ب 2014 2015 عندي الكارنيه بتاعه. اللي هو طالع من المنطقه. معايا يا كابتن كريم؟ معاك يا ست اللي هو. اللعيب ده لعيب بتاعي رسمي. انت اتحاد كره نادي الداخليه لعب معايا دور ذا السوبر. اللعيب ده لعب مع الداخليه قدام الداخليه ماتش كامل وجايب جون في الداخليه وواخد انذار ونادي الداخليه مختار بهذا الانذار واحنا مختارين بهذا الانذار. ايوه. الداخليه تعرف اللعيب كويس جدا ان هذا سمير فكري محمد احمد لاعب نادي الانتاج الحربي. ومن هذا الماتش من دوره السوبر وابتدى على عبعال وابتدى نادي الداخليه يحط عينه على الولد. وراحوا عملوا لعبة عن طريق ايا كان عن طريق منطقة الشرقية. وزوروا في منطقة الشرقية انا بقولها مزوروا رسمي. ايا كان بقى اللي زور لهم وراحوا لعبوا لعبة واللعيب راحوا طلعوا له ازاي كارنيه وازاي اللعيب طلع له في نفس الموسم كارنيه. اذا كان اتحاد الكورة عنده منظومة مظبوطة جميع البيانات موجوده في جميع المناطق ازاي منطقه الشرقيه طلعت ان اللعيب ده مش مسجل. اي دي حاجه. الحاجه الثانيه ازاي تسجلوه ويلعب لعيب هاوي يلعب في نادي الداخليه بدون يعني وهو مسجل في منطقه ثانيه. اي يبقى انتوا مش رابطين مع بعض. دي حاجه. الحاجه الثانيه انتوا دلوقتي بتطلعوا قرارات لما احنا اتظلمنا وقلنا احنا حقنا في اللاعب بيطلع قرار ايقاف اللاعب لمده 6 اشهر موافقين. توقيع غرامه ماليه على اللاعب قدرها 100,000 جنيه نادي الانتاج الحربي. هو انا طلبت منك حق رعايه؟ هو اللعيب ده انت سفرته بره ورحت جايبه تاني ودخلته على الداخليه والداخليه بتديني حق رعايه؟ مين قال لك؟ انا عايز اللعيب بتاعي. انا اللعيب بتاعي جيلي. اتحاد الكوره المحترم، انا بقول اتحاد الكوره المحترم والناس المحترمين لما انت عارف ان انا صاحب حق ما بتدهونيش ليه؟ ازاي اللعيب يكتب استمرار قيد اللاعب بنادي الداخليه؟ هو اللعيب بتاع مين؟ بتاع اللعيب بتاعي. اللعيب بتاعي تديني الداخليه باي حق؟ ما هو انا مش عايز فلوس. ده هو لو كان النيه مش مبيته يعني انا يعني يعني اسال حضرتك في قانون وفي تعليمات وفي لوائح انت حاططها بتقول ان اللاعب الهاوي ما ينفعش يلعب محترف الا او النادي بتاعه تسيبه من النادي بتاعه لما تطلعه بره. أيوة. على الاقل 3 اشهر ساكن في النادي ده والقرار ده اتلغى الايام من الايام دي كمان قال لك يرجع للنادي تاني. تمام يا بيه؟ ايوه. دلوقتي انت ازاي اللاعب تدي قرار استمرار قيد اللاعب لنادي الداخليه؟ طب انا فين حقي؟ دي انت بتدين نفسك اقلت منطقه الشرقيه بالكامل قلت اقاله منطقه الشرقيه يبقى اذا انت عندك جزء منك مش مظبوط وانت بتدينه وبتقول لفت نظر لمنطقه الاليوبيه، عادي جزء تاني منك انت بتدينه. ورغم كده ما بتدينيش حقي، يعني انت اللي غلطان وبتقول الداخليه خد اللعيب. ايوه. ده مين يقول كده؟ انا حقي. طب انت كده. هل الانتاج الحربي مثلا هيتقدم بشكوى؟ يا بيه مجلس اداره الانتاج القرار اللي بقوله مجلس اداره الانتاج الحربي بالكامل قرر تقديم شكوى دوليه. هنقدم شكوى بره مش هنا. احنا الانتاج الحربي قيمه وقامه. دي هيئه محترمه على مستوى الدوله. يعني ايه اتحاد الكره يقل بالانتاج الحربي؟ طب معلش ما تزعلش مني برضه يعني سياده اللواء، يعني
اللاعب بقى له سنه بيلعب مع الانتاج مع الداخليه. لا يا فندم، اللاعب سنه ايه؟ سنه بيلعب مع الداخليه، ما خدتوش بالكم غير لما الجونه قدم الشكوى؟ لا لا، اللاعب والدته بلغتنا ان اللاعب حصلت له حادثه جابت غنى متجبس. ماشي اوكي، بس الراجل بيلعب. اتفضل. جابت غنى متجبس، ماشي. سالنا عليه مره تانية، اصل اللاعب مش هيلعب كوره تاني، رحنا احنا مسجلينه قايمه اولى 2014 2015، مطلعين له كارنيه قايمه اولى، رقمه في الكشف رقم 10، واخد بالك؟ في القايمه. أيوه. يعني ايه المطلوب مننا تاني؟ ما انت عارف يا كابتن. يبقى كده حصل تزوير بقى في منطقه الشرقيه كمان. يا بنت داخليه هي المسؤوله عن هذا التزوير، لانهم عارفين اللعيب ده بتاع الانتاج الحربي كويس قوي. لا ده كده لازم نشوف. لا انا ما بحملش اللعيب، هم داخلين لفوا على اللعيب ولاعب بيقولوا اللعبه. وانت كابتن كريم، انت حافظ المواضيع. انا لما احب لعيب يقول لك اصل انا ابوه سافر وخده وسافر بيه واللعيب ده مش هيلعب تاني، يستنى النادي ده هيسجله ولا مش هيسجله. أيوه. ما سجلوش، بياخده يسجله في الناحيه الثانيه. طب انا ما اتضحكش عليا وسجلته. انا غلطان يا كابتن كريم؟ لا ماشي صح، يعني حضرتك ادام سجلته لا كده ادام سجلته قايمه اولى وكده، يبقى من حق الانتاج الحربي ان هو راجل مقيد عندك 2014 2015. ايوه ولا انت مش معايا يا كابتن؟ انت يعني حضرتك تقصد برضه اللاعب يتعاقب والنادي اللي خده يتعاقب؟ صح والله، ده النادي اول واحد اللي يتعاقب، ازاي ياخد لعيب ما سالش عليه كويس؟ ده ملاعبك ماتش. ايوه وانت تعرفه كويس جدا وملاعبك كذا، يعني هقول ايه، دي دوره معروفه وانت اتفرجت عليه وجايب فيه الجون وانت ابتديت تحط عينك عليه واللعيب واخد انذار وانت مخطر بالانذار في الدوره. يعني يا كابتن، كريم، هو انت هل اسالك سؤال؟ أيوة. انت ممكن تروح تاخد لعيب يلعب درجه اولى ممتاز من ام رمضان؟ لا ممكن يكون في لعيب كويس يا بيه، مين هيقول لك عليه؟ ماشي انت لازم تشوفه يعني الاول يا كابتن. هتشوفه فين؟ ما في لعيبه تكسر الدنيا بس ما انت ما بتشوفوش غير لما بيلعب في فرقه بتشوفه فيها. يعني حضرتك بتقول ان نادي الداخليه كانوا عارفين ان اللعيب بيلعب في الانتاج الحربي ورغم كده راحوا منطقه الشرقيه وهم عارفين ان هو بيلعب في الانتاج الحربي مش تبع منطقه الشرقيه؟ طبعا اتحاد الكوره يعلم كده كويس قوي، بس اتحاد الكوره يعني انا مش عارف الفكره ان خد اللاعب بنادي الداخليه، يعني ايه ترجع؟ طب انت كنت ممكن تسكتني وترجع لي اللعيب بتاعي، هقول لك متشكرين. ولو رجع لك اللعيب بتاعك كده يبقى يبقى الداخليه لازم يتعاقب عشان لاعب الولد ماتشيه. لا ده كفو اتحاد الكوره، كافئ الداخليه ده. يعني اتحاد الكوره كافئ الداخليه على طيب. خلينا ست اللي هو نشوف بقى ايه التصريحات هتبقى، يعني هنكلم الحاج محمود الشامي في اتحاد الكوره عن لجنه شؤون اللاعبين ونشوف الموضوع ايه. بس حضرتك طبعا بشكرك شكرا جزيلا، وبشكر كمان الحاج احمد الصحيفي ان هم فهمونا الموضوع بشكل كامل.